كابتن أسامة، اشتراك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، إيه رأيك؟ لا ما شاء الله، يعني إنجاز بيتكلم عن نفسه. النادي الأهلي أكبر نادي في الوطن العربي، في إفريقيا، في الشرق الأوسط. عادي وطبيعي إنه يبقى الأكثر مشاركة 8 مرات، يعتبر تاريخ كبير جدا. أنت لو حسبت عدد مرات اللي اتلعب فيها كأس العالم للأندية في القارة، إن النادي الأهلي يلعب منهم يمثل القارة في 8 مرات، ده عدد كبير جدا مظبوط. يعني. وده الطبيعي لفرقة زي النادي الأهلي بتاريخها الكبير في كل بقى البطولات والإنجازات اللي بتحققها من ساعة ما النادي أنشئ يعني. فمش حاجة غريبة، و يعني تاريخ مشرف غير ال8 مرات، ال3 برونزيات في 3 بطولات، وان شاء الله باذن الله يبقى انجاز اكبر المره دي ان شاء الله في النهائي ان شاء الله باذن الله. ف يعني الارقام بتتكلم عن نفسها، فما فيش شك انه حدث كبير وحدث مهم، وطبيعي النادي الاهلي يبقى ممثل القاره الافريقيه. احنا ما وفقناش ان احنا ناخد البطوله الموسم اللي فات، ولكن احنا اللي متواجدين بصفه دايمه ممثلين عن القاره يعني.